دخلتي العالم ديال التمثيل والدراما وشفناك الحمد لله نشيطه في عده اعمال تمثيليه في التلفزيون بول يعني حتى الان التلفزيون يعني اعمال تلفزيونيه الحمد لله. هو اولا كنشكرك على الاستضافه ديالك. صافي بليزير لاننا حقيقه تبعناك في المسلسل ديال الماضي لا يموت اللي تنحيو كل ليكيب لا فنيين ولا تقنيين حقيقه يعني مجهود جبار, وكان شحال هشام جباري جباري جبار هو جبار هو في الاختيارات ديالو خاصه فاش كيبغي يدخل وجه جديد على الاعمال ديالو هو اختيار جبار وشجاع اللي بزاف ديال الناس كينتقدوا عليه. فانا كنحيي من هذا المنبر وانا جد فخوره لان اول تجربه التمثيل ديالي كانت هي الماضي لا يموت اللي هو عمل ناجح. انا ديما كنقول بلي انا اللي كنت محتاجه للماضي لا يموت. الماضي لا يموت ما كانش محتاج ليا. فهو عمل ناجح بكل المقاييس وكما قلتي كنحيوا الطاقم الفني والتقني. انت كتخيلي ربما غتدخلوا لعالم التمثيل؟ لا هنا فين كنقول ما تمشي غير فيلم شكل الله. كانوا كيجيو عروض قبل ولكن كانت ادوار سطحيه ساذجه ما كانش فيها واحد العمل كما قلتي انت على الجوف شنو عندك في جوفك باش تقدر تطلعوا لان التمثيل بحال الغناء بحال بزاف ديال لي ديسيبلين كيبقى وسيله من وسائل التعبير. يعني واش انا في الداخل ديالي كاينه واحد الشحنه تماما سلبيه ولا ايجابيه. انا كنت كنفضلها تكون سلبيه ونخرجوها في التمثيل اترافير جوستمون ادوار بحال هكا دراميه. طبعا تبارك الله دابا بيان سور اون كارير درتيها في الانيماسيون في الاعلام خلال اشتغالك في قنوات اخرى ولكن يعني كنشوفوا كنلاحظوا بان المشاركه ديالك في الاعمال التلفزيونيه في التمثيل يعني في ظرف وجيز انك اصبحتي تاخذي ادوار كثيره البطوله اكزاكت الحمد لله. يمكن لانني بخلاف بزاف ديال الناس اخرين امتنعت على الاعمال الصغيره الباسله التافهه غير باش نبقى نبان ديما. يعني انا ديما كنختار اشنو باغا ندير ونقول لك واحد الحاجه وهي ماشي انانيه الا قلتها انا ديما كنشوف راسي كبيره وتنقول باللي الا كنت مدوره بيا الناس الكبار غادي يعاونوني نطلع للفوق. هي شعبي كيقول في ما نزلتي راسك تصيبو تماما وهي ماشي انانيه وماشي زعما تعجرف ولا لا انا بغيت تموضع تماما هي طموحي حسن دائما يبقى يكون يخلط ناس أحسن منه باش يتعلم منه. يعني أنا بالنسبة لي ما يمكنش كنت نوقف نمثل إلا ما كانش قدامي الأستاذ رشيد الولي اللي كان وجه لي تحية كبيرة هذاك بمثابة البارين ديالي. يعني هذاك عطاني من الروح والإحساس والإتقان وما يمكنش تخيلوا شنو دار معايا. هو صديق عزيز سنوات هذه هو صديق ديالي ولكن عمري ما خدمت معاه ويمكن الوقفه كذلك امامه هو وامام امين الناجي لان هذوك هما جوج ديال الشخصيات اللي كنوقف معاهم في الماضي لا يموت شخصيات عمالقه. يعني انا كنت كنقول الاستاذ هشام جباري شكرا نقدر نبدا من الماضي لا يموت ونسالي لا كارير ديالي في الماضي لا يموت سالينا شنو انا كتولي صعيبه هذه القضيه ملي كتبداي مثلا بواحد الادوار كبيره ومهمه جدا والمخالطه ديالك مع مثلا توقفي امام رشيد الوالي وامين ناجي وفاطمه خير واللائحه طويله مدارس فاكيد ان غيولي صعيبه عليك دائما خصك دابا تلقاي ادوار في هذا المستوى اكثر. ويمكن الحاجه الزوينه يمكن في هذه الخدمه هذه ان الناس كتهضر مع بعضياتها. يعني تعرفات ملي كنت في البلاطو عند الاستاذ هشام جباري يمكن انا معروفه بالمساله ديال انني انسانه جديه وما كنضحكش ملي كنخدم ما كنضحكش. سمعت تعرفات وتعرفات باللي انا باغا نمثل وباللي انا خرجت من البلاطو ديال الماضي لا يموت جيعانه. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.